بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عظيمة في بيان الانحراف عن الوسط، فقال: الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس، مثل تقابلهم في بعض الأفعال، يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو مأمورا به في الجملة، وبعضهم يعتقده حراما مكروها أو محرما أو منهيا عنه في الجملة. مثال ذلك سماع الغناء، فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه دينا، وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة، فإن دينهم حال الاعتقاد، فحالهم وعملهم واستحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها ديانة وتقربا إلى الله، وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك ويقوله بلسانه. وفيهم من يعتقد ويقول: ليس قربة، لكن حالهم هو كونه قربة ونافعا في الدين ومصلحا للقلوب، ويغلو فيه من يغلو حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله وثمراتها من المنازل العلية. وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغنى ويحرمه ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في الأفراح وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح، ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارا. وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم هو دين الجاهلية والنصارى الذي عابه الله عليهم، كما قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار عن ربه عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. قال في حق النصارى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي، إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات، فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا، وإما في نفس أمر الناس ونهيهم، هو الذي استحق بها الكتاب العقوبة، حيث قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء، والمعصية مخالفة الأمر، وهو التقصير، والاعتداء ومجاوزة الحد. وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر أو فرط فيما أمر به وهو المعصية، إذا اعتدى بخيانة أو غيرها. ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم هو المعصية، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمعصية تضيع الفرائض وانتهاك المحارم، وهو مخالفة الأمر والنهي، والاعتداء مجاوزة حدود المباحات. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الخبائث. فالمعصية مخالفة أمره ونهيه، والاعتداء مجاوزة ما أحله الله إلى ما حرمه. وكذلك قوله: والله أعلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فالذنوب المعصية،
والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد. واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي، لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه، لكن المنهي عنه قسمان: منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه، وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان. كذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح، فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا محرما، وقد يكون مباحا مطلقا، وقد يكون مباحا إلى غاية، فالزيادة عليها عدوان. ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض والحدود والسنن والأحكام. فالفرائض هي المقادير في المأمور به، والحدود هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به. قال رحمه الله في الرسالة المسمات بالوصية الكبرى: وهذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح، فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.